سنة أولى، السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. إذن دائما معكم المعلمة حميدة أسماء، معلمة السنة الأولى. إذن دائما أطفالي في مادة الرياضيات. إذن اليوم عندنا درس جديد هو المجسمات. درسنا لهذا اليوم هو المجسمات. إذن لاحظوا معي الصورة. إذن عندنا مجموعة من الصور. إذن الصورة الأولى، ماذا تلاحظون أطفال؟ في الصورة الأولى هي هدية، جيد. الصورة الثانية كرة. الصورة الثالثة علبة شيبس. الصورة الرابعة مكعب، جيد. الصورة الرابعة هرم. إذن هرم. أعيد، عندنا هدية، كرة، علبة شيبس، مكعب، هرم. إذا عندنا أشكال أيضا. هنا أشكال، سنربط كل شكل مع الصورة التي تشبهه. إذا لاحظوا جيدا معي الصورة الأولى، الهدية هل تشبه الشكل الأول أم الشكل الثاني، الثالث، الرابع أم الخامس؟ يلا، الهدية تشبه هذا الشكل، إذن سنربطها معا. إذن هذا الشكل أطفال يسمى بلاطة قائمة، يسمى بلاطة قائمة. إذن هذا الشكل بلاطة قائمة كما راهي عندنا هنايا. لاحظوا معي، بلاطة قائمة، بلاطة قائمة. الشكل الثاني، إذن الصورة الثانية تشبه أي شكل؟ هذا الشكل أول أم الثاني، الثالث أم الخامس؟ إذن تشبه هذه. إذن هذه عبارة عن كرة، شكلها كروي. إذن شكلها كرة، إذا هذه كرة. إذا هذه عبارة عن كرة، كرة، كرة كما عندنا هنا في هذا الشكل. إذا عندنا كرة، إذا الكرة. إذا نحطها ماذا تفعل؟ تتضح، تتدحرج. إذا نلاحظ معي الصورة الثالثة، لاحظوا معي الصورة الثالثة. إذا تشبه أي شكل؟ هل تشبه الشكل الأول، الشكل الثاني أم الشكل الثالث؟ إذا تشبه أي شكل؟ إذا الشكل الأول، جيد أطفال. إذا هذا الشكل الأول اسمه أسطوانة، أسطوانة، نسميه أسطوانة، أسطوانة. إذا أسطوانة، إذا هذا الشكل أسطوانة كما راهي عندنا هنايا في هذا الجسم. إذا هذا الجسم يسمى أسطوانة، أسطوانة. إذا لاحظوا معي هذه الصورة، الصورة الرابعة. إذا عبارة عن مكعب، تشبه أي شكل؟ الشكل الثاني أم الشكل الثالث؟ إذا تشبه الشكل الثاني، جيد أطفال. إذا نربطها معا، لأن هذا الشكل يسمى مكعب، يسمى مكعب، مكعب، مكعب. إذا هذا الشكل مكعب. إذا كما راهي عندنا هنا في هذا الشكل، إذا هذا هو مكعب، إذا مكعب. إذا الصورة الرابعة عبارة عن، شفيني عاودلي، هرم، هرم،
نبي يسمى هرم هرم. إذا أعيد، أسطوانة. إذا عندنا أسطوانة، إذا أسطوانة. الشكل الثاني مكعب، مكعب. أسطوانة مكعب. هرم عندنا هرم. بلاطة قائمة، بلاطة قائمة. وكرة. إذا سنعيد، أسطوانة مكعب هرم بلاطة قائمة وكرة. إذا نكتب هذا في كراس المحاولات، إذا نكتب هذه الأشكال أقفل نسميها المجسمات، هذه نسميها المجسمات. الأسطوانة مكعب هرم بلاطة قائمة وكرة، نسميها هذه الأشياء مجسمات، لأن هذا الشيء عبارة عن جسم، إذا الجسم هذا نسميه مجسما. إذا هنا سنعيد ربط المجسمات مع اسمها، إذا سنعيد ربط، إذا سنقرأ هذه الكلمات ونربطها مع الجسم المناسب. إذا عدنا أسطوانة، أسطوانة، لأن نسميها أسطوانة. هنا هذه هي الأسطوانة، أسطوانة. مكعب، مكعب. هرم. بلاطة قائمة. وأخيرا كرة، كرة. إذن كرة. إذن هذه هي عبارة عن مجسمات. أعيد، أسطوانة مكعب هرم بلاطة قائمة وكرة. إذن لاحظوا معي أطفال، في هذه المجسمات التي أمامنا، إذن أسطوانة لديها هذا نسميها قاعدة، نسميها قاعدة. إذا عندما نضعها لا تتدحرج مثل الكرة. إذا هذه الأسطوانة لديها قاعدة أولى وقاعدة ثانية، إذا لديها قاعدتين. إذا لديها شكل نسميه مستوي، شكل مستوي. إذا عندما نضعها فوق الطاولة لا تتدحرج، إذا عندما نضعها فوق الطاولة لا تتدحرج. أيضا عندنا في الشكل الثاني هرم، إذا الهرم عندما نضعه لا يتحرك، يعني لا يتدحرج. جيد، لديه كم قاعدة؟ قاعدة واحدة، قاعدة واحدة. لدينا بلاطة قائمة، لدينا بلاطة قائمة، لديها عدة وجوه، عدة وجوه. إذا أيضا هي عندما نضعها لا تتدحرج. إذا المكعب، مكعب لديه أيضا هذه الأشياء نسميها وجوها، إذا نسميه وجوها، إذا عندما نضعه لا يتدحرج. الآن لاحظوا معي الكرة، إذا الكرة عندما نضعها فوق الطاولة، إذا ماذا يحدث لها؟ تتدحرج. لماذا في رأيكم الكرة تتدحرج؟ لا تبقى في مكانها، ليس لديها قاعدة، إذا ليس لديها قاعدة. إذا نعود إلى السبورة، إذا قلنا لون المجسمات التي وجوهها مستوية. إذا أنا سأضع علامة X. إذا هل الأسطوانة لديها وجه مستوي أي لا تتدحرج؟ نعم. إذا أنتم أطفال في البيت نلونه، نلون هذا الشكل أسطوانة. المكعب لديه شكل مستوي، جيد، لا يتدحرج. الهرم لديه قاعدة، نعم، فهو شكل مستوي. بلاطة قائمة لديها شكل مستوي.
إذن الكرة ماذا هل لديها وجوه مستوية؟ لا، ليس لها وجوه. الكرة ليس لها وجوه، إذن بالتالي هي ليست مستوية، إذن ستنتحر. إذن ومن هنا نكون قد انتهينا درسنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله.